واقع مضطرب تواجهنا فيه تساؤلات هامة وملفات متنوعة. ملف النصرة، ملف الحج، ملف استقرار البلد، ملف الرئيس، ملف تقييم التجربة السياسية. نناقشها ونضع الحلول لها في مجلس شورى العلماء تحت عنوان حال الأمة مع الله. مع كل من فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الدكتور محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الدكتور جمال المركبي، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن. على شاشة الرحمة السبت في 9:15 مساء بتوقيت القاهرة. والعلم نبني الحياة ونصطف في سعينا مخلصين.